تحت شعار مصر بتتغير رؤية وطن وعزيمة شعب، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو عن أول تجربة لتأسيس جراج ذكي في مصر، والذي نفذته محافظة القاهرة وهو جراج روكسي، وذلك في إطار دوره لتسليط الضوء على سلسلة المشروعات البناءة والناجحة والتي تهدف إلى تغيير مستقبل مصر إلى واقع أفضل نأمله وننشده جميعا، وذلك بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية وعزيمة وإرادة شعبها. مصر بتتغير، رؤية وطن وعزيمة شعب. موجودين دلوقتي في جراج روكسي في منطقة الكوربة، وهي من أقدم مناطق منطقة مصر الجديدة. الجراج منفذ بنظام البي او تي، مشروع استثماري بروتوكول ما بين الشركة المنفذة وما بين محافظة القاهرة، بينفذ على مرحلتين. المرحلة الأولى انتهت الحمد لله وأصبحت جاهزة على التشغيل. الجراج تكلفته الحالية حوالي 230 مليون جنيه. جراج روكسي هو الجراج الأكبر في منطقة الشرق الأوسط ومن حيث المساحة، والأكبر من حيث الاستيعاب على مستوى العالم، لأنه بياخد 1700 عربية. مرحلتنا الأولى في الجراج بنستوعب حوالي 900 عربية، 4 أدوار تحت الأرض، كل دور مساحته حوالي 10,000 متر مربع في المرحلتين الأولى والثانية، يعني 40,000 متر مربع تحت سطح الأرض. الأسانسير دون بيجي العميل بيحط عربيته في الأسانسير بعد ما بياخد الكارت بتاعه، وبيحط كارته في جيبه ويروح يعمل مشاويره وبينسى العربية. العربية بتنزل لوحدها أوتوماتيكيا بنسبة 100%، مفيش تدخل بشري فوق الأرض أو تحت الأرض بالأفراد نهائي. بعد ما بيخلص مشواره بيجي على الكاشير جوه، وبعدين بيحاسب بالكارت الذكي اللي معاه وبيحطه بعد كده في المكنة بتاعة البوابة اللي دخل فيها عربيته. البوابة بتطلع له عربيته زمن المرحلة دي، سواء في الدخول أو الخروج، من 2 لـ3 دقيقة.